انت سمعتي للاسف خبر حزين وصعب جدا اول ما سافرت البرتغال، مظبوط؟ هو بالنسبة لي كان صعب الصراحة. انا اسف يا اسماء اللي انا سالتك، معلش. ده كان خبر لا لا وفاة، كان خبر وفاة والدتك، بس انا عرفت ان انت قدرت تتخطي الامر ده وانت موجودة في البرتغال، واكيد هي مبسوطة وفرحانة بيكي دلوقتي يعني. الحمد لله. بص، هو كان أول تمرينة دي كانت ليا، المفروض إن أنا كنت قاعدة اليوم اللي أنا وصلت فيه متأخر، جالي الإداري وكده خدني من المطار ووداني سكن بس مع بنات في الفرقة. بعدين صحيت الصبح رحت التمرين وكده وخلصت. طبعا أنا كان لسه أول يوم مش معايا نت غير في السكن بس. بعد كده خلصت تمرين وخلصت كل حاجة ورحت البيت، بفتح واتساب انستجرام عامة، فلقيت ستوري نازلة، فما كنتش مصدقة، يعني اللي هو ما كنتش عارفة أعمل إيه. الموضوع كان بالنسبة لي صعب جدا إن أنا لسه واصلة أصلا، اللي هو مثلا إمبارح وحصل ده النهاردة، فكان بالنسبة لي الموضوع صعب جدا، فما كنتش عارفة أفكر إزاي. يعني اللي هو أنا بالنسبة لي إن أنا كان لازم أرجع مصر، يعني ده كل اللي كان في دماغي، إن أنا لان انا حصل لي نفس الموقف، بس انا كنت ساعتها في القاهره في اسكندريه، كانت بطوله شمال افريقيا مع وادي دجله، وحصل نفس الموقف برضه وبابايا وكده. بس فبعد كده الوكيل بتاعي كلمني، هو برتغالي، لما عرف ان احمد حسن كوكا في النادي هنا وكده، اتصل، يعني اتصل بيه كده، و يعني اتكلم حد من النادي وقال له ان في لعيبه مصريه موجوده وحصل معاها 1 2 3، فاحنا حابينك بس تروح تتكلم معاها وتشوف يعني هي عايزه توصل لايه او عايزه تعمل ايه. وفعلا بعد، يعني بعد مكالمه الوكيل ليا بنص ساعه، لقيت فعلا احمد حسن موجود وبيكلمني، وجالي البيت وقعد معايا، قال لي بصي انا عارف ان انا جايلك في ظروف صعبه، وانا عارف الموضوع صعب عليكي، النادي الناس هنا حابينك جدا وعايزينك تكوني موجودة معاهم، القرار الاول والاخير ليكي، بس هما الناس حابينك تكوني موجودة معاهم، شوفي انت عايزة تعملي ايه، وهما معاكي، عايزة تسافري هيسفروكي، عايزة تفضلي قاعدة فهم حابين جدا ده. وانا بتكلم معاكي بصفة شخصية، لو انت تعبت كتير اكيد عشان توصلي اللي انت وصلتي له، انا حصل لي نفس الموقف نفس الظروف وعارف ومقدر اللي انت فيه، بس انا بقول لك يعني مش هتستفادي حاجه، خليكي وكملي، لان انا مريت بنفس التجربه ومش عارف اقول لك ايه، بس انا بقول لك فعلا يعني كملي هنا، انت مش هتستفادي حاجه لما تنزلي مصر، فالموضوع هيبقى صعب عليكي اكتر كمان هناك. ففعلا لما اتكلم معايا وكده، يعني عايزه اقول لك يعني من خلال حضرتك انا بشكره بطريقه يعني مش عارفه اشكره ازاي، وقف جنبي في حاجات كتير قوي، يعني ساعدني في حاجات كتير قوي، كان بيحاول يطلعني من اللي انا فيه، حتى يعني خدني ورحنا قعدنا مع المدام وكده في البيت وعزمنا على العشاء. تاني يوم برضو خدني ورحنا اتغدينا في مطعم وكده، حاول يساعدني كتير قوي في كل حاجه، وفي موضوع النادي كمان بالذات. أسماء، أنا يعني ربنا يرحم والدك ووالدتك، وإن شاء الله يكونوا في الجنة ويبقوا فرحانين بيكي مع كل خطوة عظيمة بتعمليها. إيه طموحاتك؟ يعني أنت إيه طموحاتك الفترة اللي جاية إن شاء الله؟ أنا بالنسبة لي إن أنا أول سنة ليا أنا على النادي، يعني نكون في مكانة كويسة، يعني أقدر أساعدهم ونوصل لحاجة كويسة مع بعض. بعد كده طموحاتي إن أنا يعني ألعب في أكبر الأندية هنا، وبالنسبة لي ألعب دوري أبطال أوروبا، نفسي مثلا مع المنتخب نوصل أمم أفريقيا، نوصل كأس عالم، دي طموحاتي. بالنسبة لي إن أنا ألعب في الدوري الإنجليزي، الدوري الأسباني، دي طموحاتي. إن شاء بالنسبة الله. لي إن أنا رقم واحد عندي إن أنا ألعب دوري أبطال أوروبا، دي أكيد حاجة أنا بتمناها. هاي.
أسماء علي لاعبة نادي ريو أفي اللاعبة المصرية الرائعة، أنا بشكرك شكرا جزيلا من كل قلبي، بتمنى لك كل التوفيق إن شاء الله الفترة اللي جاية، أنت واجهة مشرفة لينا، نفخر بيك إن شاء الله. أكيد ظروف صعبة جدا عدت عليها، يعني في معسكر مع وادي دجلة جالها خبر وفاة والدها، في سافرت يا دوبك البرتغالي جالها خبر وفاة والدتها، ورغم كده إصرار وقوة كبيرة جدا على الاستمرار. شكرت أيضا النجم المصري الكبير أحمد حسن كوكا، وقف معاها كثيرا في البرتغال في هذه المحنة وهذه الظروف. كرة القدم للبنت تحديات أصعب بكثير من تحديات الرجل للأسف، يعني مش المفروض ده يحصل، المفروض تبقى كل الأمور سهلة دايما بالنسبة للبنات زي بالنسبة للرجال، وكنت تبقى الأمور أسهل من كده، بس هي تحملت ظروف صعبة جدا من أول ما كانت بتسافر من بورسعيد للقاهرة لوحدها يوميا عشان تتدرب، سافرت كمان وأهلها ما كانوش موافقين عشان عايزة تحقق حلمها، قدرت تحقق حلمها واشتغلت كويس لحد ما بقت موجودة في أوروبا محترفة مصرية رائعة، وإن شاء الله ربنا يكتب لها أمنيتها واللعب في دوري أبطال أوروبا.